في دعم مصري كبير الحقيقة وحقيقي للسنغال في إعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه بدكار في مارس اللي جاي. طيب احنا معانا دكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط في وزارة الموارد المائية والري. دكتور إيمان أهلا بيك. أهلا بحضرتك أستاذ. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ كله تمام. احنا عايزين بقى نعرف الأول إيه قصة المنتدى العالمي للمياه؟ طب خلينا أقول إن المنتدى العالمي للمياه ده يمكن أكبر حدث مائي بيتم تنظيمه بشكل دولي كل 4 سنوات، ويمكن بيتنقل من دولة لأخرى حاجة زي بطولة كأس العالم، يعني بتبقى حاجة فعلا محفل كبير بيبقى ملتقى لكل العاملين في مجال المياه سواء سياسيين تنفيذيين خبراء منظمات تمويل. فالحقيقة المنتدى التاسع يمكن بيعود بعد فترة طويلة للقارة الأفريقية، وبتستضيفه دولة السنغال إن شاء الله في مارس القادم، وهيبقى في العاصمة دكار. حلو جدا. المنتدى بيأتي تحت عنوان مهم جدا وهو الأمن المائي من أجل تحقيق السلام والتنمية. عظيم جدا العنوان جدا. كمل يا فندم. طبعا المنتدى له أهداف، أولها أنه يسلط الضوء على القضايا الأفريقية بمناسبة المنتدى في أفريقيا، ففي شراكة بين مصر وبين دولة السنغال وبين الفريق التنظيمي واللجنة التوجيهية، أنه يبقى في وجود للقضايا الأفريقية وإزاي ممكن ما في حلول لها في محاور بيدور حواليها المنتدى، هيبقى أهمها التعاون بين الدول وإزاي ممكن التعاون يحقق التنمية والسلام بين دول العالم ودول القارة بشكل خاص. هيركز برضو المنتدى على قضايا إزاي ممكن نحل مشاكل المياه والصرف الصحي، لأن زي ما حضرتك عارف إن معظم الدول الأفريقية عندها مشاكل في توصيل المياه الأمنة للشرب وتوفير خدمات صرف صحي. برضو هيركز على محور خاص بالأدوات والوسائل اللي بتساعد على تحقيق التنمية والسلام، تمويل، لأن طبعا معظم دول القارة في حاجة لتمويل المشروعات البنية التحتية لمجال المياه، إزاي يبقى في دعم وبناء قدرات للعاملين في مجال المياه. فبرضو عايز أقول إن المنتدى هيبقى فيه حضور حوالي 30,000 مشارك، ويمكن أهم ما هيدور في المنتدى إنه هيبقى فيه رسائل تطلع عن قادة العالم، وهيبقى فيه قمة على مستوى الرؤساء تنعقد إن شاء الله في المنتدى وتطلع ببيان ورسائل تعبر عن القضايا للدول المشاركة. طبعا هو بيانات ورسائل، وقد يكون أيضا توصيات هتصدر من هذا المنتدى. يمكن أنا مشغول شويتين بمسألة السلام، يعني الأمن المائي والسلام، إلى أي مدى المفهوم ده هيتم مناقشته من خلال المنتدى السنة دي يا فندم؟ الحقيقة محور التعاون هيناقش تفاصيل تخص إزاي ممكن التعاون في قضايا المياه والتعاون بين الدول المتشاطئه والانهار المشتركه والعابره للحدود، ازاي الدول دي ممكن تحقق تنميه وفي نفس الوقت تؤدي لسلام بدل ما يبقى في مشاكل بين الدول. برضو عايز اقول ان السنغال من الدول الافريقيه اللي عندها قصص نجاح كبيره في اداره الانهار المشتركه، يعني مفوضيه نهر السنغال من المفاوضات المشهوره جدا ان 4 دول مشتركين في نهر واحد ولهم مفوضيه بتدير شؤونه كامله بين ال4 دول بشكل ناجح، ويمكن هتعرض التجربه دي للعالم على انها احد التجارب والنماذج الناجحه للتعاون بين الدول، ويبقى فيها تكامل وفي تنميه لكل الدول المجاوره. ان شاء الله الوفد المصري يعني يمكن في اتفاقيه وبروتوكول تعاون تم توقيعه بين دوله السنغال ومصر على هامش اعمال اسبوع القاهره الرابع في اكتوبر الماضي، بينص على ان يكون في شراكه في تنظيم المنتدى التاسع، بينص على ان يبقى في وجود للفريق مصري قوي يعرض التجارب والخبرات المصريه وينقلها لكل الحضور وخصوصا القاره الافريقيه في اداره الموارد المائيه وتحقيق التنميه المستدامه. ايه طبيعه الدعم اللي بتقدمه مصر للسنغال في مساله الاعداد لهذا المنتدى؟ طبعا هو الدعم يمكن فني بشكل اكبر، تشارك في الخبرات، يمكن نظمنا اكثر من اربع مرات اسبوع القاهره للمياه، وكان بيتم بشكل ناجح جدا وخصوصا في الفتره اللي فيها كورونا، وازاي قدرنا ننظم
المؤتمر بشكل مختلط، في حضور افتراضي وحضور فعلي، بننقل الخبرات دي لدولة السنغال، لأن برضو هيبقى من المتوقع يبقى في بعض المحاذير وقيود على السفر لبعض المشاركين، فبننقل الخبرة المصرية في إدارة المؤتمرات المختلطة، بنشترك معاهم في إدارة الجلسات، الدوائر المستديرة ودوائر الحوار والجلسات النقاشية، بنشترك معاهم في صياغة التوصيات. يمكن برضو الفريق المصري هينظم جلسة خاصة بعرض توصيات القاهرة لتحقيق أهداف تنمية مستدامة لضمها لتقرير الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، فدي كلها أوجه للتعاون. ويمكن هيبقى فيه حضور كبير لوفد مصري بيرأسه معاه الوزير، وأكيد هيبقى فيه مشاركة كبيرة للدولة المصرية في السنغال. ويمكن برضو بنأكد على أن دولة السنغال بترحب بأنه في تعاون ممتد بقاله أكثر من سنوات، وفي زيارات متبادلة يمكن كمان على المستوى الرئاسي. عظيم جدا، أنا بشكرك جدا يا دكتور إيمان، كل الشكر ليكي دكتور إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية أو الري والموارد المائية.